بالنسبه لموضوع الاحتجاجات اللي كنشوفوا في المغرب يعني اصبح بكثره سواء بالنسبه لطلبه الطب ولا مؤخرا الاساتذه، طبعا ما كيكون واحد الاحتجاج من طرف واحد الهيئه مثلا سواء هيئه التعليم ولا هيئه الصحه، الا كاين واحد الخلل. ولكن طبعا ماشي اي حاجه غير ممكن نديروا عليها احتجاج غير انها تكون في واحد الرخصه اننا نديروا داك الاحتجاج ويكون في اطار قانوني، هذا هو الاهم. اما يعني مادام واحد الهيئه كتخرج باش انها دير احتجاج الا كتخرج غير باش تطلب حقها وباش ان تكون يعني يكون داك الشيء منظم ويكون كافه الحقوق مضمونه ليها، هذا هو المهم. بالنسبه للاحتجاجات انا كنشوف باللي من حق اي سواء طلبه سواء الناس الاساتذه اللي كنشوفوهم مثلا من حقهم يديروا احتجاجات، حيت لو كان الحقوق ديالهم تعطات ما غيخرجوش يديروا احتجاجات. ما كاينش شي واحد غيخرج يحتج وغيخرج يغوت ويخلي شحال كان اللي كيخلي ولادو، بحال نعطي مثال ديال الاساتذه كيخلي ولادهم كيخليو خدمتهم كيخليو جيل غيطلعوه هما كيخليوه وكيجيو كيحتاجو، دونك راه مضرين. وهادشي راه كان كيشوف ديال شحال تراكمات، كل ما كانوش التراكمات ما غيخرجوش يحتاجو. الطلبه ديال الطب مثلا راه عندهم كاينين دي ديفيكولتي باش كيخرجوا كيحتاجوا ما كنجيوش، وانا مع غير هو يكون داكشي تكون رخصه ونحتار اللي غيخرج يدير الاحتجاجات يحترم الوقت اللي غيخرجوا فيه وما نعرقلوش السير وما يعني ما نديروش فوضى، نحترموا الوقت اللي كيعطيونا واهم حاجه هي تكون عندنا رخصه، حيت كاينين كيكونش رخصه هي فاش كيدخل البوليس كيوقع الضرب كيوقع شحال من حاجه، هادشي اللي كيؤدي اننا نكونوا فوضويين. حنا ما خاصناش تكون عندنا ديك الصوره، نحتاجو من حقنا، هذاك حق عطيه لينا خاصنا نقومو به عادي، هادشي كنبغيو نوصلو صوتنا، حيت واخا ورق اداريين واخا شحال من حاجه كنطالبو بها غير من الاداره، الاداره يعني بورقه ولا بميساج ولا شي حاجه ما كتوصلش كيف ما كنشوفوا بلي كنديروا احتجاجات وكنعبروا عليهم بشعارات، هادشي تيخلي ان صوتنا يوصل وماشي غير للناس اللي بغيناهم يلبيو لنا احتياجاتنا، لا كيوصل للعامة كيولي الرأي العام اللي كيدوي عليه. حسب النظر ديالي فالإضرابات نوع من أنواع المطالبة من الحقوق، فكنشوفوا مجموعة ديال الإضرابات حاليا بالساحة المغربية اللي كتخلي مثلا العمال كيطالبوا بالحقوق ديالهم، مثلا الأطر ديال التعليم فهم كيطالبوا مجموعة ديال الحقوق اللي خاص الوزارة تحاول تلبيها اليوم. كذلك الطلبه ديال مثلا كليه الطب عندهم بعض المطالبات هما، وكان بالاحتجاج فهو وسيله اللي كيدفع مثلا الوزاره انها تعرف بلي راه كاين خلل. اذا الاحتجاج فهو وسيله كتكون بعض المرات ناجحه اللي كتلبي الحقوق لمجموعه ديال الاشخاص.